السيد الأستاذ النقيب سامي عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب، السادة النقباء العرب، السادة أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، أحييكم تحية الحق والعروبة وأقول سيد النقيب، لقد أحييت فينا ما اعتقدنا أنه قد مات. قوميتنا وعروبتنا بتلك الصرخة التي ناديت بها ذلك الاتحاد، لنكون هنا جميعا اليوم لنقول لا لكل الذي يجري ولا لكل الذي حدث، إنما كنا متفرجين منذ أن وطأت أمريكا أرض العراق، وحتى الآن حتى الذي يهدد مصر الآن في أثيوبيا ويقول أنه في مقدوره أن يجند 1,000,000 مقاتل ليحاربوا مصر، هذا ليس بجديد، هذا من عملنا، هذا من فعلنا، هذا من تقاعسنا. ولذلك أقول أنك قد أحييت فينا عروبتنا، قد أعدت لنا هيبتنا، وأقول آن الأوان الآن أن تعود الأمور إلى نصابها، أن نقول لا، لا لأمريكا ولا لإسرائيل ولا لكل باغٍ يبغي على مصر ويبغي على الدول العربية ويبغي على الدول الإسلامية. ذلك الذي يجري، يضربون في سوريا وضربوا ليبيا وضربوا العراق ويضربون في اليمن، يضربون فينا في كل مكان، يقرون بطون نسائهم ونسائنا ويدسون على أولادنا ويأخذون مقدراتنا، بها يحاربوننا ويقاتلوننا ويقتلوننا. نقول لهم من هنا لا، ولما لا يقول الاتحاد لا؟ ونحن لسان حال الناس، نحن لسان حال الشعوب، آن الأوان الآن أن نقول لكل الذي يجري لا بصوت عال وبقوة وبرجولة وباحترام وباقتدار. لا يجب أن تغيب الشمس عن اتحاد المحامين العرب. أقول هذا، أقول وأنا على أرض صلب الآن، لقد أحييت فينا ما قد مات. نقول لكم جميعا شرفت مصر، ونقول لكم أننا معكم يد بيد وساق بساق، ولتحيا الأمة العربية وليسقط كل الاستعمار.